بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم عن الفاينايت ستيت ماشين. الحقيقة ان الفاينايت ستيت ماشين دي حاجة سهلة بس بنعمل بيها حاجات كبيرة قوي. تعالى كده نشوف تعريفها ايه. هي سيكوينشال سيركت يعني فيها ميموري، وهنا بيقول لك فاينايت ستيت يعني عندي عدد محدود من الستيتس، عدد منتهي. تعالى كده عشان نفهم التعريف ده نبص للشكل اللي قدامنا ده. الشكل اللي قدامنا ده اسمه ستيت دايجرام. الستيت دايجرام ده لو جينا نبص له هنلاقي ان هو بتاع كاونتر. الكاونتر ده بيعد 0 1 2 وبعد كده يتنقل من 2 ل 3 ومن 3 ل 4 ومن 4 ل 5 ومن 5 ل 6 ومن 6 ل 7 ويرجع تاني للزيرو ويعد ويفضل يعد طول ما الدايره شغاله. الدايره دي عشان اعملها بستخدم الفاينايت ستيت ماشين، فهنلاقي ان كل دايره من دول هي عندي ستيت. الستيت الانيشال بتاعتي هي 00، بعد كده تتنقل لستيت تانية اسمها ستيت 001 اللي هي 1، بعد كده 2 وهكذا. فانا هنا عندي كام ستيت؟ 8 ستيت، فعندي عدد محدد او فاينايت منتهي من الستيتس. ما عنديش ستيتس الملا نهاية، لا هي محدودة، والاوردر اللي هي ماشية بيه بيبقى محدد. هتلاقي ان هي بتمشي 0 بعد كده 1 بعد كده 2. طب ايه اللي قال لها ان هي تمشي 0 و1 و2 وهكذا؟ انا اللي قايل لها. كنت ممكن اقول لها امشي 0 5 7 2 وهكذا، انا اللي بحدد. فانا اللي برسم الستيت دايجرام وعلى اساسه بعمل الفاينايت ستيت ماشين بتاعتي. الفاينايت ستيت ماشين هناخد لها 3 تطبيقات. التطبيق الاول عندي نوعين من الفاينايت ستيت ماشينز. النوع الاول اسمه مور والنوع التاني اسمه ميلي. هنلاقي هنا ان المور تعتمد الاوتبوت بتاعها بيعتمد على الكرنت ستيت بس. لو جينا نبص للشكل ده، مش مهم دلوقتي نفهم ايه الشكل ده، عايزين بس نشوف حاجة معينة. هنلاقي دي ان الاوتبوت بتاعي بيعتمد على الكرنت ستيت اللي متخزن في الريجستر ده، فدي مور اف اس ام. تعالى بعد كده للميلي، هنلاقي ان الاوتبوت بتاعي بيعتمد على الكرنت ستيت المتخزنه في الريجستر وكمان بيعتمد على الانبوت، لكن في المور هو ما بيعتمدش على الانبوت. ده الفرق ما بينهم، ولو ما فهمناش السلايد دي دلوقتي هنفهمها بعد كده. التطبيق الاول اللي عندنا لعبه. اللعبه دي لعبه حلزون. الحلزون ده ماشي على طريق، الطريق ده مكون من اصفار وحايه، فهو زي ما انت شايف كده الحلزون ده مكشر وزعلان، لكن اول لما بيعدي على 0 1 في باترن معين اسمه 0 1، يعني هنلاقيه هنا هيعدي على 0 وبعد كده 1 فيضحك لمدة 5 ثواني مثلا، وبعد كده يكشر، وبعد كده هلاقي 0 1 هنا فيقوم يضحك، وهنلاقي هنا 0 1 فلما يعدي عليها يضحك وهكذا. فهو بيقول لي اعمل ديزاين لفاينايت ستيت ماشين لعقل الحلزون ده. عايزين نعرف اللعبة دي بتفكر ازاي او ماشية ازاي. فعشان نعمل الكلام ده عندي طريقتين اللي هي المور والميلي. تعال نشوف المور الاول. هنلاقي ان الستيت دايجرام بتاعها بيترسم بالشكل ده. تعال نشوف الستيت دايجرام ده اتعمل ازاي. عندي حالة انيشيال اللي هي اس 0، دي اول حالة عندي. لما بيمشي على 0 بيروح لحالة تانية اسمها اس 1، ولما بيمشي بعد كده هو دلوقتي بقى في اس 1، من اس 1 لو لقى 1 بيروح لحالة تالتة اسمها اس 2، يعني لو لقى 0 و1 يقوم رايح لحالة اسمها اس 2. وهتلاقي ان تحت الحالة هو الاوتبوت بتاعي. لو هو الاوتبوت بزيرو يبقى معنى كده انه مكشر، لما الاوتبوت يبقى بواحد يضحك. فهنا انا بدأت اللعبة، هو بادئ مكشر فالاوتبوت بتاعي بزيرو، لما يلاقي زيرو قدامه هيروح لستيت تانية بس هو لسه مكشر عشان ما لقاش 0 1. طيب دلوقتي هو في الستيت دي، لو لقى 1 هيروح لحالة تانية اسمها اس 2 ويقوم يضحك ليه؟ لانه لقى 0 وبعد كده 1. طب بس دي مش كل الحالات اللي عندي، تعال ندرس الحالات التانية. لو انا في الانيشال ستيت اللي هي اس 0 ومشيت على الطريق ما لقيتش 0، لا ده انا لقيت 1، فهفضل في الحالة اللي انا كنت عندها. ليه؟ لان انا عمال الاقي 1 1 1 1 1، فانا هفضل في الحالة اللي انا فيها مش هتغير. اول لما الاقي 0
أبدأ أتحرك لحالة بعد كده، بس لسه برضو مكشر، فالأوتبوت بزيرو. طيب لقيت زيرو 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 زيرو، فأنا برضو لسه مكشر. ليه؟ لأن ما لقيتش زيرو واحد، أنا كل ده ماشي على واحد وبعد كده مشيت على زيرو. فلو لقيت زيرو هفضل في الحالة اللي أنا فيها ما اتحركش، هفضل مكشر. طب بعد كده لو لقيت واحد بقى، هلاقي ان انا في باترن عديت عليه زيرو واحد فاقوم اضحك. طيب تعالى الاستيت دي، انا دلوقتي مشيت على واحد 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 زيرو 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 واحد، وهنا ضحكت. بعد كده مشيت على واحد، مشيت على واحد فكشر، وارجع للانيشال ستيت بتاعتي. ليه؟ لان انا محتاج من الاول زيرو وبعد كده واحد. طيب لو انا كنت عند اس 2 وما لقيتش واحد، لا ده انا لقيت زيرو، لما الاقي زيرو اقوم متحرك لاس 1. ليه؟ لان اس 1 هي الستيت اللي بيجي لي منها زيرو، فانا لما الاقي زيرو اروح لاس 2، عشان لما الاقي واحد بعد كده يبقى مشيت على زيرو واحد فالحلزون يضحك. فانا كده خدت كل الاحتمالات بتاعتي. لو انا وصلت الفاينل ستيت اللي هي اس 2، لو لقيت زيرو فبرجع للي قبليه. ليه؟ عشان لو لقيت زيرو، الزيرو اهو، فلو لقيت واحد اضحك تاني والاوتبوت بتاعي يطلع واحد. لكن لو لقيت واحد وانا في الستيت اس 2 برجع للاول، لان خلاص محتاج من الاول زيرو واحد. طبعا اللعبة دي مبسطة، ممكن يكون عندي اكتر من باترن، ممكن يكون عندي باترن واحد زيرو واحد، فالشكل بتاع الفاينايت ستيت ماشين هيختلف من الباترن اللي انا شغال عليه. بس الفاينايت ستيت ماشين ده بتاع الباترن 0 1. طالما رسمت الفاينايت ستيت ماشين بتاعتي صح، يبقى انا كده بنسبة كبيرة مشيت جزء كبير من السؤال. بعد كده هتلاقي ان انا عندي اس 0 اس 1 اس 2، و 0 1 و 2 ده ديسيمال، ممكن يكون عندي اس 3 اس 4 وهكذا. باجي بعد كده اعمل له انكودنج. في اكتر من طريقة للانكودنج، بس الطريقة اللي احنا نشتغل عليها اللي هي الباينري انكودنج. اللي هي ازاي؟ الزيرو لما اجي امثله باينري هلاقيه بزيرو، الواحد لما اجي امثله باينري هلاقيه بواحد، الاتنين لما اجي امثلها باينري هلاقيها بواحد زيرو. ايه اكبر رقم ستيت عندي؟ اس 2. طب واتنين ده عشان يتمثل محتاج كام بت؟ محتاج 2 بت. هسمي البت الاولى اس 1 وهسمي البت التانية اس 2 اس 0. جت منين اس 1 واس 0؟ شفت اكبر ستيت عندي اللي هي اس 2. طب اس 2 دي 2 عشان امثلها محتاج 2 بت، وادي الاحتمالات بتاعتي كتبتهم كلهم هنا، ده اس 1 وده اس 0. ولو جيت تشوف هنا هتلاقيه كاتب لك اس 1 الى 0. يعني ايه اس 1 واس 0؟ زي ما اتكلمنا فيها قبل كده. هلاقي ان اس 0 همثلها باتنين بت 0 0، واس 1 واحد، واس 2 باتنين. طيب الاحتمالات بتاعتي 2 اس 2 عشان مستخدم 2 بت، يعني 4 احتمالات، بس انا عندي 3 ستيت. فانا عشان احل المشكلة دي بعمل ايه؟ بكتب كل الاحتمالات بتاعتي من 0 لحد 3، واخر ستيت دي ممكن اكتب جنبها ان هي نوت يوزد، مش مستخدمها بس هحتاجها. هنشوف هنحتاجها ازاي. يبقى انا كده اول حاجه قريت راس السؤال، فهمت وعملت الستيت دايجرام، بعد كده عملت انكودنج للستيتس، لان الماشين بتاعتي ما بتفهمش غير يا زيرو يا واحد، ما بتفهمش الاتنين والتلاتة وهكذا، تفهم الباينري بس، فعملت لها باينري انكودنج. بعد كده هعمل حاجه اسمها ترانزيشن تيبل. هتلاقي هنا ان انا عشان انا دلوقتي في الانيشال ستيت اللي هي اس 0، اس 0 اهي، عشان اتحرك من اس 0 لاس 1 لازم يجي لي انبوت. الانبوت ده تعال نسميه ايه؟ فلو جالي الانبوت بزيرو بتحرك لمين؟ لاس 1 اهو، اتحركت له. طيب تعال بعد كده، لو انا في اس 0 وجالي انبوت 1، اس 0 جالي انبوت 1، بفضل في الحالة اللي انا عندها. طيب بعد كده لو انا عند اس 1 وجالي انبوت 0 فبفضل في الحالة بتاعتي اللي هي 1. طب لو انا في اس 1 وجالي 1 بروح لاس 2 اهي. طب لو انا في اس 2 وجالي 0
بروح لإس واحد، ولو جالي ولو أنا في إس اتنين وجالي واحد بروح لإس زيرو. هتلاقي إن أنا كده عملت الترانزيشن تيبل أو النكست ستيت تيبل. إيه الترانزيشن تيبل ده؟ الكرنت ستيت اللي أنا واقف عندها لو أنا واقف عند زيرو، والنكست ستيت ليا لو جالي انبوت معين. هنلاقي إن أنا كده استخدمت كل الستيتس ما عدا اللي إحنا قلنا عليها نوت يوزد، بس ما تنساهاش. تلاقي هنا إن أنا عندي ستيت واحد واحد لو جالي انبوت دونت كير. يعني ايه دونت كير؟ يعني زيرو او واحد. طب ليه قلت زيرو او واحد؟ لان انا مش هوصل للستيت تلاتة اصلا، فانا كتبتها بس كده عشان استخدمها في التبسيط. وهروح للستيت دونت كير، مش فارق معايا اروح لاي ستيت لان انا مش هوصل لها اصلا، فانا بكتبها بالشكل ده. لما يكون عندي ستيت unused بكتب الستيت بتاعتي وبكتب الانبوت والنكست ستيت كلهم دونت كير، والسبب ان انا مش هوصل لها اصلا. طيب نلاحظ هنا بقى الكرنت ستيت مثلتها باتنين بت اللي هي اس واحد واس زيرو، والنكست ستيت مثلتها باس زيرو داش واس واحد داش. داش دي مش معناها هنا كومبلمنت، دي معناها ان انا عندي نفس الفاريابلز بس بيتغيروا. طالما انا رسمت الستيت دايجرام والترانزيشن تيبل فخلاص الموضوع بقى سهل. ليه؟ جيت قبل كده لو انت فاكر قلت لك لما يكون عندي دايرة، الدايرة دي بيطلع لها اكتر من اوتبوت، كنت بعمل ايه؟ كنت بجيب العلاقة ما بين الاوتبوت وكل الانبوتس بتوعي، و والاس زيرو داش هجيب علاقة ما بين دي اس زيرو داش وما بين الانبوت بتاعي، ويبقى كده هيطلع لي معادلتين. طالما جبت معادلتين الدايرة بتاعتي خلصت. طيب تعالى نجيبها كده، هنستخدم الكارنوف ماب عشان نبسط. هلاقي اس زيرو داش بواحد امتى؟ لو انا هشتغل سام اوف برودكت عند زيرو واحد واحد. احنا قلنا في السيكونشال لوجيك ان النكست ستيت بتاعتي بتعتمد على الانبوت والكرنت ستيت، فده هعتبره الانبوت بتاعي، فيبقى زيرو واحد واحد زيرو واحد واحد هنا بواحد. طيب تعالى هنا هتلاقي ان هي بدونت كير، منساش الدونت كير، وقلت لك بستخدم الدونت كير عشان ابسط. لو هيفيدني بحاجة باخده بواحد، مش هيفيدني بحاجة باخده بزيرو. فهنلاقي هنا ان اس واحد واس زيرو بواحد واحد واحد واحد، والاي بتاعي مش فارق معايا دونت كير يعني زيرو او واحد، والاوتبوت هنا هيطلع دونت كير، فيبقى الخانتين دول بدونت كير. هلاقي ان انا لو خدت الاتنين دول جروب مع بعض هيبسط لي اكتر، وهلاقي ان الثابت هنا اس زيرو في ايه، يطلع ده المعادلة الاولى بتاعتي. طيب تعال نجيب المعادلة التانية بتاعت اس زيرو داش. اس زيرو داش بواحد فين؟ عند زيرو زيرو زيرو، فهتبقى بواحد، وعند زيرو واحد زيرو بواحد، وعند واحد زيرو 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 بواحد، واحد زيرو والاي مش فارقه معايا بدونت كير. هلاقي ان الجروب ده لو خدته مع بعض هيخلي المعادله بتاعتي الثابت هنا اس زيرو داش بتساوي اي بار. انا كده جبت العلاقه ما بين مين؟ النكست ستيت والكرنت ستيت والانبوت. طيب تعالى بعد كده بقى نجيب علاقه توصف الاوتبوت بالكرنت ستيت اللي هو الحلزون بتاعي، هيضحك ولا هيكشر. فانا هلاقي هنا لو جبت الستيت دايجرام بتاعي هلاقي ان الحلزون بيضحك عند اس اتنين بس، فتعالى نحطها كده، ادي عند اس اتنين بيضحك. طب وعند الستيت واحد واحد دونت كير مش فارق معايا، ليه؟ لان انا مش هوصل لها اصلا. فتعالى كده هنلاقي ان عند واحد زيرو بواحد وعند واحد واحد بدونت كير، هاخد الجروب ده مع بعض فالاوتبوت بتاعي يطلع اس واحد. خلاص كده انا جبت تلات معادلات يوصفوا الدايرة بتاعتي، مش فاضل اي حاجة غير ان انا ارسم الدايرة بتاعتي. دلوقتي انا عندي 2 بت اس واحد واس زيرو. طب عشان اخزن 2 بت محتاج كام فليب فلوب؟ ايوه 2 فليب فلوب. بس انا قلت لك قبل كده ان احنا عشان الدايرة هتبقى معقدة اكتر، فممكن بدل ما نقعد نرسم مثلا لو انا احتاج 10 فليب فلوب ارسم 10، لا انا ممكن ارسم ريجستر، وقلنا الريجستر ما هو الا شوية فليب فلوبس مع بعض. فانا هنا رسمت ريجستر، ممكن ارسمها فليب فلوب برضو صح، بس الريجستر ده
2 بت. على اليمين في الحتة دي هي current state، وعلى الشمال هي next state. تعالى كده المعادلات بتاعتي كانت ايه؟ S1 داش كان بـ S0A، فهتلاقي ان S1 داش عبارة عن S0 القديمة معمول لها اندنج مع الايه. طيب تعال بعدها S0 داش، S0 داش كانت بتساوي A بار، فـ S0 داش اهي بتساوي A ومعمول لها كومبلمنت بار. بس كده الرسمة سهلة جدا ما فيهاش اي حاجة. ايه اللي انا عملته؟ جبت المعادلات بتاعتي ورسمت الريجستر وشفت العلاقة ما بين كل انبوت واوتبوت. طيب الاوتبوت بتاعي كان ايه؟ كان واي، واي كانت بتساوي S1، فانا عشان كده وصلت واي بS1. تعالى بعد كده نشوف الميلي. الميلي احنا قلنا ان المور كانت بتعتمد على ايه؟ كانت بتعتمد على الكرنت ستيت بس، الاوتبوت بتاعها كان بيعتمد على الكرنت ستيت. في الميلي هو بيعتمد على الكرنت ستيت والانبوت. تعالى نشوف ازاي بنرسم الميلي. نفس المثال اللي احنا كنا شغالين عليه اللي هو لعبة الحلزون، هلاقي هنا ان الاوتبوت بتاعي في المور كنت بكتبه في الستيت. هنا لا، هنا بقى في شكل غريب كده، هنا كاتب لي 0/0. يعني ايه؟ يعني الانبوت 0 والاوتبوت 0، اللي على الشمال هو الانبوت واللي على اليمين الاوتبوت. فانا لما باخد 0 بروح لستيت S1 والاوتبوت بتاعي بيفضل 0. يعني ايه الاوتبوت بزيرو؟ يعني الحلزون مكشر. طيب تعالى انا دلوقتي بقيت في S1، جالي 1، فاقوم رايح لS0 لما يجي لي 1 والاوتبوت بتاعي يطلع بواحد اللي هو الحلزون يضحك. فكده انا لو جالي 0 بروح لS2 ولو جالي 1 بروح لS0، بس الحلزون هنا بيضحك. طب تعالى ناخد باقي الاحتمالات. طب لو كنت في ستيت 1 وجالي 0، يعني انا دلوقتي خلاص جالي 0 اهو، فاتحركت لستيت 1، عند الستيت 1 جالي 0000، فهفضل زي ما انا والاوتبوت بتاعي بزيرو. لكن اول ما يجيلي 1 اقوم متحرك بقى ومطلع الاوتبوت بواحد. هلاقي ان انا عندي 2 ستيت، S0 S1. عشان اعمل لهم باينري انكودنج هلاقي ان ده ممكن يتمثل في بت واحده بس، ف S0 الانكودنج بتاعها 0 و S1 الانكودنج بتاعه 1. ترانزيشن تيبل هجيبه من الستيت دايجرام بتاعي. عندي S0 اهو، لما بياخد 0 بيروح لS1، ولما بياخد 1 بيفضل في مكانه، وعملت الكلام ده على S1 كمان. وادي الاوتبوت، لو انا عند S0 ودخل لي 0 فبروح لS1 والاوتبوت بتاعي بيبقى 0 فاكتبه 0. لو انا في 0 ودخل لي 1 فبروح للستيت 0 والاوتبوت بتاعي بيفضل 0. لو انا في الستيت 1 ودخل لي 0 بروح لستيت 1 والاوتبوت بتاعي بيبقى 0. لو انا في الستيت 1 ودخل لي 1 فبروح للستيت 0 تاني والاوتبوت بتاعي بيبقى 1. خلاص. بس هتلاحظ هنا بقى ايه؟ ان انا زودت كولوم جديد عن الترانزيشن تيبل في المور. في المور كنت بعمل تيبل لوحده للاوتبوت. ليه؟ لان الاوتبوت كان بيعتمد على الكرنت ستيت بس، لكن هنا الاوتبوت بيعتمد على مين؟ على الكرنت ستيت وعلى الانبوت بتاعي، فعشان كده عملتهم كلهم في جدول واحد. خلاص هجيب العلاقه اللي توصف S0 داش والعلاقه اللي توصف الواي وخلاص، وارسمها ويبقى الدايره بتاعتي اتعملت. عشان اجيب العلاقه هستخدم الكي ماب. هلاقي ان S0 داش بواحد عند 0 0 وواحد 0، واخد الجروب ده هيطلع لي ان S0 داش بتساوي A بار، وان الواي من غير كي ماب هتطلع S0 A. ارسم الرسمة بتاعتي من خلال المعادلات اللي انا جبتها، ده اللي هو S0 الجديدة بتساوي A بار. وتعالى كده نشوف الواي. الواي بيساوي S0 A. S0 عملت لها اندنج مع الاي وطلع لي الاوتبوت بتاعي اللي هو واي. فكده انا خدت الطريقتين عشان اعمل فاينايت ستيت ماشين، يا اما مور يا اما ميلي.
ده مثال 3.22 في الكتاب بيقول لي الستيت ماشين دي بتعمل ايه. تعالى كده نشوف. الستيت ماشين دي عندي اوتبوت اسمه كيو، الكيو ده في الانيشال ستيت بزيرو، لما بيدخل له ايه، يعني لما بيدخل له ايه بترو، بيروح لستيت واحد، ولما بيدخل له بعدها بي بترو بيروح لستيت اتنين، والكيو بيبقى واحد. فلما يقول لك الستيت ماشين دي بتعمل ايه، يعني امتى تطلع ترو، فهي بتطلع ترو لما الاي تبقى بترو فولود باي بعدها على طول البي بترو. ده اللي بتعمله فاينات ستيت ماشين. هنا هو مديك الستيت دايجرام وبيقول لك ايه بقى، عايزك تعمل لي باينري ستيت انكودنج، وعايزك تعمل لي ترانزيشن تيبل ومعادله الاوتبوت وترسم لي الرسم. هتلاقي زي ما خدناها بالظبط. ازاي عملت اهو، كان عندي S0 و S1 و S2، عملت باينري ستيت انكودنج، وما تنساش الحاله النوت يوزد، ما تنساش الحاله النوت يوزد. بعد كده عملت الترانزيشن تيبل من خلال فاينايت ستيت ماشين، وما تنساش الحاله الانيوزد برضو. وبالكيماب اقدر اطلع المعادلات دي وارسمها. تعالى مثلا ناخد S0 داش. S0 داش عباره عن S1 بار، S0 داش اهي داخل لها S1 بار، البابل دي يعني بار، وداخل لها S0 بار اهو، وداخل لها ال A، وهنلاقي ان معادلة ال Q بتساوي S1 بنفس الطريقة اللي احنا خدناها. بس انا عايزك تمشي ايدك، لان الفاينات ستيت ماشين لو ما مشيتش ايدك فيها مش هتعرف تحل. هنا بقى بيقول لي الفاينات ستيت ماشين دي بتعمل ايه. بس الاول اللي فاتت دي كانت مور. مور عرفت منين؟ الاوتبوت بيتكتب في الستيت بتاعتي دي بقى ميلي. ليه؟ انبوت واوتبوت مكتوبين ما بينهم سلاش. فانا بيقول لي الفاينات ستيت ماشين دي بتعمل ايه، فدي بتطلع ترو امتى، تلاقي الترو بيطلع امتى لما بيدخل لها ايه بترو، بعد كده بي بترو، بعد كده اي بي بترو. وده الترانزيشن تيبل بتاعها والرسمة بتاعتها والمعادلات.